هذا سائل يقول: شخصان في السعودية أقرض أحدهما الآخر، ولما طالب المقرض المقترض بماله حول المقترض لبلد المقرض بجزء من ماله بعملة بلده المحلية، فما حكم هذا؟ ثابت صرف، ما يعتبر صرف، يعني عملة بعملة. كان المفروض أنه اشترى العملة التي يبي يرسلها لبلد الآخر، اشتراها من هنا وحولها. أما أنه يؤخر القبض هذا يخشى أنه من الربا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتفرقان بينهما شيء. نعم.